الله كيف مدهش قوي. ذوق يا يوسف. تعال انت راخر لما اوديك في الجنينه عشان تونس اخوك. يا ستي مش وقته، تعال اما نفطر قبلك. طيب مراد انت لازم جعان قوي يا شفشف. قوي قوي. امال فين ميم؟ قالت لي انها تعبانه شويه، هتاخد الفطور في اوضتها. مالها عيانه؟ لا كسل طبعا من السهر. يا ست ليلى الاسطى الطباخ بيسال حضرتك عاوزين تتغدوا ايه النهارده؟ نتغدى؟ طب ما تسال ست ميم يا عثمان. سالته شخصيه وقال لي اسالهم هم على مش راح نتغدى في البيت النهارده. النهارده كمان؟ زودتها قوي. تعال يا عثمان. لا كل شيء له حد، انا مش هخليها تخرج ابدا. طبعا لك حق يا اخي، ما هو الكلام ده اللي كنت بقوله لك تمام. بونجور. ايه في حاجة؟ بس كنت عايز اقول لك كلمتين. ايه هم؟ قولي اه لحسن انا خارجة. بخصوص خروجك ده، افتكر ان يوسف قرب يزعل. ولا افرض انه يزعل، انت مالك؟ لا بس ما احبش يكون بينك وبينه اي خلاف. خلاف؟ التدخل بتاعك ده يا دساسة هو اللي هيخلق الخلاف. حد طلب منك الخدمة دي؟ انت غلطانة يا ميمي، ما انتش فاهمة غرضي. انا اعزكوا انتوا الاثنين، والست المتزوجه لازم تتفرغ لجوزها وتقضي اوقاتها كلها معاه بدل ما تجري من هنا ومن هنا. ايه وايه كمان؟ واجبات الزوجه كتير قوي، وافتكر بلاش خروجك النهارده. انا مش فاهمه ايه اللي حيشني عن تقديمك يا غياره. ازاي تتجرأي وتقولي كلام زي ده؟ انا استحملتك في البيت ده لغايه دلوقتي لانك يتيمه، وجايه كمان تديني نصايح؟ يلا اطلعي بره امشي. حاضر اشكرك. ايوه انا جايه حالا دلوقتي. لا اقصى عليكي، انا عايزه الحصان الابيض. ايوه استنوني انا جايه حالا. اخبار؟ ايوه لكن انا مش فاهم ايه الدافع لسفرك الفجائي ده. مفيش حاجه، بس انا تعودت على اسكندريه ونفسي اخد كام حمام بحر. هو لازم تسافري النهارده؟ خليكي لبكره وانا اوصلك لحد هناك. طيب معلش استنى لحد بكره بس توصلي. خلاص ميرسي. لازم حصل حاجة. حاجة ايه انت راخر؟ عمال زي البوليس السري، كل ما تسمع حاجة تفسرها بمعنى تاني. عاوزة تروح اسكندرية تاخد حمام.